وذكر مركز الروابط اليوم الآتي في توقع مثير للغاية حول ما سنراه في نهاية المطاف من بدء هذه الاستهدافات. وقال المركز الآتي: ضرب الأهداف الحيوية، أي أن إسرائيل ستقوم بضرب الأهداف الحيوية، استهداف القيادات العسكرية عبر الضربات الجوية والصواريخ الموجهة دون الشروع بحرب برية شاملة ستكون محددة وعبر معايير منظورة تتوافق مع المعطيات السياسية التي تسعى إلى عدم توسع دائرة المواجهة. بالتالي مركز الروابط يرى أن الأمور ستكون محدودة بالنسبة لإسرائيل، وبعض الخبراء يرون أن الأمور ستكون بداية للتقدم الإسرائيلي. بالتالي هنالك حسابات معقدة للغاية، والجميع يترقب كيف ستتطور هذه الأمور في الساعات القادمة.